الرئيس الأمريكي المنتخب له مسيرة طويلة وحياة في صور. هنا يظهر مع والده فريد الذي أدار شركة إنشاءات ناجحة في مناطق خارج مدينة نيويورك. وانضم ترامب للعمل مع والده للمرة الأولى عام 68. ولترامب أسلوب فريد ساعده ليكون الملفت للنظر على تميزه في عالم الأعمال في نيويورك وصعود نجمه في عالم الترفيه من خارج البرنامج التلفزيوني The Apprentice. ولحياته الزوجية مفترق طرق آخر، حيث تزوج ترامب من زوجته الثالثة ميلانيا كونوس في عام 2005 والتقيا قبل زواجهما بسبع سنوات حين كان عمر ترامب 52 عاما وميلانيا تبلغ من العمر 28.